بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. الزول في اللون خوتي اخواتي في قناتكم حلويات إليانا إليانا قاطو. شكرا جزيلا الأخوات اللي كانوا يسألوا عليا. قلكم ربي يحفظكم اخواتي، بارك الله فيكم. الكل واحدة سألت عليا، صح كان عندي واحد الغياب في اليوتيوب، لكن ما كانش غياب غير هكذا. أنا كنت حابة ندير حاجة مميزة، كنت حابة ندير حاجة نعاون بها اكثر، لانه الفيديوهات راهم في كل مكان، فيديو وصفه سي باسكي مونك، لا الوصفات لا الفيديوهات. الحاجه اللي كنتوا تطلبوها مني وانا قعدت مده وانا نفكر فيها هي حلويات إليانا، الشهاده. كيفاش نجو ندو من عندك شهاده خواتاتي؟ راح تدو شهاده وانتوما في داركم. ايه، راني درت لكم دوره اونلاين بشهاده معتمده من الدوله، شهادة معتمدة من الدولة. البنات المعيقات كامل اللي كنتوا تقولوهم لي، أكم عارفين بلي شديت ورقة كل المعيقات اللي كنتم تذكروهم لي، كنت نحيها وحدة 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 بوحدة. حلويات إني أنا ما نقدروش نجو عندك، درت لكم شهادة أونلاين. حلويات إني أنا حابين ديرينا دورة أونلاين، درت لكم دورة أونلاين. حلويات إني أنا حابين ديرينا دورة بصح أنا ما نقدرش نحضر معك صباح ولا عشية، درت لكم فيديوهات تدخلوا في مجموعة. اي وقت حابه تدخلي تشوفي الفيديو تدخلي تروحي تشوفيه. نحيت لكم كامل المعيقات. حلويات إليانا كيفاش نسجل؟ تسجلي عن طريق السي سي بي، الدفع عن طريق السي سي بي، ما تجي عندي ما نجي عندك. حلويات إليانا كيفاش تجيبي لي الشهاده عندي؟ راح تبعثي لي الصور تاعك وبطاقه التعريف بالانترنت، كل شيء تصوريه لي تبعثيه لي في لاباج، ومن بعد في لاباج حنفهم لكم، تصوري لي كل شيء يوصل عندي انا نصوره ونبعثه للغرفه ونبعث لكم الشهاده تاعكم عن طريق البريد السريع، توصل لك لدارك وانت قاعده ثما. يعني يسموك اي معيق درك تقولي لي عليه، يبقى المعيق في راسك فقط. المعيقات الاخرى البنات راني صدت لكم كامل حلول. حلويات إني انا ما عنديش درك المبلغ كيفاش ندير الدوره، راهي محلوله افي ان شاء الله قد ما يطول عمرك الدوره راهي محلوله. وقت ما حبيتي تسجلي 2022 2023 2024 2025 اهلا وسهلا بك على حلويات إني انا. الدوره هذه راح تكون افي، راهي حلويات تقليديه تاعنا ان شاء الله ما تموتش، تقعد حيه. درت غير التقليدي تاعنا الجزائري، ما درتش فيها حاجة ولا خرجت عن أي إطار تاع التقليدي تاعنا. وصفات تاعنا التقليدية باللوز بالكاوكاو، يعني قلت لكم كل واحد على حساب مقدوره. حاولت أني نكون المصداقية. درت فيديوهات صح طويلة ماشي كيما في اليوتيوب، غدير لهم فيديو تاع 10-12 دقيقة يبداو هاي طولتي ومانيش عارف. فيديوهات اللي حبت تتبع تروح تجبد البورتابل تاعها وتروح. يبقى واحد المشكل، حلويات إني أنا ما عنديش بان ندفع حنونة البورتابل كي شدته في دار في يديك، هذاك نافيغيتيه منا ومنا، منا 100 منا 20 منا 30 منا 40. كي تكوني حابه حاجه ديريها. نفس الحاجه للشهاده، وما درتهاش بثمن يعني باهظ ولا خارج عن النطاق، درته بثمن في متناول الجميع. ما عندكش دروك ماشي مشكل، كون تلمي كل يوم 5000 5000 5000 5000 في الشهر، راح تلمي 150، تزيديها شهر واحد اخر تزيدي حتى تلمي المبلغ المطلوب. يعني باش ما كاش حد يسموها معيق، المعيق راهو في راسكم، هنا راهو هنا نحو المعيقات اللي راهي في راسكم ويبان لكم بزاف بيبان. شي يقول ربي اعمل فسير الله عملك، حتى تبدا انت بالخدمه باش ربي يسير لك. ما تقعدش شاد لي الحيط وانت ولا شادت لي انت الكرسي وتشوفي لي في البورتابل، هذيك شرات كوكوطه، هذيك شرات مقله، هذيك بدلت شومبرتها، اقعدي تشوفي فيهم باربعه خمسه سته سبعه ثمان سوايع وانتوما في البورتابل وانتوما في الانترنت. يا البنات نجو نهضروا كلمة الحق، كاع الخدمة تاع الدار اللي نديروها، أسيدي بالماعين بهذوك الحوايج بالفطور يا ربي يدوس 3 سوايع 4 سوايع، عندك 24 ساعة، زيدي لهم 8 سوايع تاع الرقاد، هاكي 12 ساعة، 12 ساعة الأخرى شكي قاعدة ديري فيها؟ أنا نقول لك شكي قاعدة ديري فيها. فلانة في الإنستغرام، فلانة في اليوتيوب، هذاك في الفيسبوك، هذيك 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 هذيك، حتى تكملي هذوك 12 ساعة وخرج نهارك بدون فائده. هما استفادوا منك، اللي دات مشاهدات دات مشاهدات، اللي دارت اعلان ورحتي شريتيه راكي ديتي ذاك الاعلان وهي استفادت، وانت قعدي ثما كيما نقول لك حنا تبكي على ظهرك. كيفاش حد يسموها نبكي على ظهري؟ ظهرك انت ديريه لروحك. كنتوا تحوسوا على شهاده، هاي الشهاده. كنتوا تحوسوا على بطاقه الحرفي، الشهاده هي اللي تجيب لك بطاقه الحرفي. اذا كنتي صغيره تبداي تخلصي الكازنوس، من الكبرتك حتضمني روحك لا روتريت، حتضمنيها روحك، حتضمني روحك بطاقه الشيفا، تخدميها غير روحك.
اتكلي على روحك، ابداي خدمي، ابداي قولي بسم الله وقلعي النفض الغبار على روحك. ما تستناش اعملوا فسير الله عملكم. ما قالش ربي نسير ومن بعد تجي، لا لا، اعملي انتي ابداي خدمي، ومن بعد تبداو البيبان يتحلوا باب ورا باب. وانتي هذا الفيديو ديري مليح في بالك باللي لم ياتي صدفه، ما تبحث عن يبحث عنك. هذا الفيديو جاك لانك كنت تحوسي على حاجه. هي قاعده دي فاشوفوا نفكروا في حاجه حتى يخرج لنا فيديو. ما تبحث عنه يبحث عنك. هذا الفيديو لم ياتيك صدفه حبيبتي. اذا فكري وخمي مليح. انت حتى وان كنت جامعيه، حتى وان كنت عندك دبلومات وراكي قاعده في الدار، كاين بزاف ناس خدمت اشياء خارج كامل الاطار تاع القرايه اللي قراتها. وبعد ان شاء الله نزيد لكم اخواتي فيديوهات باش بعد ما تدوا الشهادات ان شاء الله. الاسئله كامل راح تطرحوها عندي، متربصات اللي حيكونوا عندي اونلاين، الاسئله كامل اللي حتطرحوها باذن الله راح نجاوبكم عليها. اي حاجه تاع معيقات باذن الله، كما نحينا المعيقه تاع الدوره حضوري، نحينا المعيق تاع الشهاده حضوري، باذن الله نبداو نحوا المعيقات وحده بوحده وحده بوحده حتى نكملوا ان شاء الله. شوفوا البنات راهم ينطقوا على بالك تغيظك تاكلي ذي الحبه. بصح البنات نوعدكم بالاراده راح تقدروا تنجحوا فيهم. يعني جاوا عندي متربصات ما كانوش يعرفوا اش معنى الحلوه، والحمد لله الان راهم يخدموا وراهم فرحانات ويجيبوا لي تصاور والحمد لله يا ربي. انا شنو نقول لكم البنات، ما عليكم غير تسعوا، لانه البدايه انتي اللي تقريها، ماشي ما كان حتى واحد راح يقرر في بلاصتك، انتي اللي راح تقري. الان اي معيق راني نحيته لكم، شوفوا دخلوا عندي في لاباج وراح تصيبوا كلش كيفيه. ما حبيتش يعني هنايا في اليوتيوب امبوسيبل، راه كلشي راه مكتوب عندي في لاباج تاعي تاع حلويات إليانا. ادخلي تما وباذن الله راح تصيبي كلش ان شاء الله بادق التفاصيل، كيفيه التسجيل وكيفاش توصل لك الشهاده بادق التفاصيل. ما عليك غير تقري حبيبتي، راكي مع حلويات إليانا، وباذن الله راح تفرحوا صحاباتكم كامل هنا في اليوتيوب وتقول لهم فوالا رانا دينا شهاده وفوالا بدينا مشروعنا. وكما انا كنت محفز للكثير منكم، انتم ثاني يكونوا محفزات لصديقات واحد اخرين، باسكو التحفيز البنات يعاون بزاف ناس طلعت غير بالتحفيز. نقولوا بسم الله ونقلعوا، هذه هي اول خطوه اللي راح تديك الخطوات واحد اخرين. ربي يوفق الجميع، شهر مبارك ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان لا مفقودين ولا فاقدين. دمتي متالقه، جيغا كنت لهنا التلويث.